انا دلوقتي في صراع نفسي، انا عامله دايت بقالي يوم 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 والله يومين. يوم امبارح والنهارده اهو لسه ما اتغديتش. اه انا بقالي بزعق كده ليه؟ فانا دلوقتي في صراع نفسي، ابدا من بكره ولا اعمل ايه؟ لا ابتدي من النهارده ما تاكلش معايا. الله ارض زوبة او بطاطس. طيب انا دلوقتي بطاطس الكريسبي دي بقالي شهرين بقول للاحلام احلام نفسي اكل ماك او اي برجر عموما، يعني يا نهار ازرق انت جوا فيت بتنزل عشان توته بس. لا يا سلام بقى. يا سلام يا كدابه، لو كنت قلت لي يلا يلا على طول يا كدابه. دلوقتي يا جماعه انا جعانه هموت من جوا، اغلب بقى عاطفتي بتاعه الاكل واخش اكل وبر نفسي واكل كريسبي كريم بقى وليطها. وانت فعلا بقالك على فكره شهرين ولا ثلاثه ما بتاكليش كويس. ايوه والله عوض يلا والله. والدكتور قال لي على فكره تخنك ده نقص بروتين، اقسم بالله قال لك كده. اه ما انا كنتش باكل لحمه وفراخ ولا حامي. قول لك بقى واحده برجر وانا ما باكلش برجر. اعمل ايه بقى؟ بس انا باكل برجر من بره. انصحيني انصحيني اعمل ايه؟ دنيا انصحيني. امريكانا بلازا. انصحيني يا دنيا. المشكله ان احنا نازلين نجيب حاجه البيت فجابوني امريكانا بلازا الاول عشان انا جعانه قوي يا جماعه ما فهمتش. طب يا جماعه خلاص انا هاكل يلا. السلام عليكم. بطني بتنادي بالليل كنت هموت واكل حته جاتو. فانا هاكل دلوقتي حتتين دونتس ثلاثه العلبه سته اكل سته. احنا نروح ويمبي الاول بقى كان حلي بقى احلام. هناكل في ويمبي ولا في هارديز؟ لا ويمبي. هنشوف يا جماعه هناكل فين ونوريكم بقى. احنا هنا عن مين يدفع لي؟ ما انتي صغيره يا دنيا يعني مش هندفعك عيني. لا انا معايا بوكي وهدفع انا هدفع لك. انا بتاخدي مصروف كام؟ اه دنيا انا مع ان يا جماعه دنيا بسم الله ما شاء الله بتشتري كل حاجه عادي لنفسها. أنا والله يا جماعه بوكي اهو فيه فلوس. وريني كده معاكي. لا بس ما ينفعش. لا 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 استني. ايه يا جماعه معايا 500 جنيه معايا. ماما كانت واخداهم مني فانا رجعت خدتهم من ماما تاني النهارده لان انا معايا ما تاخدش انت. 500 جنيه الواحد. انا كنت بروح اولى جامعه اقسم بالله ب 10 جنيه. والله العظيم انا مواصلاتي بس السنه دي يا جماعه قسما بالله يجي 17 جنيه. إيه؟ 10 جنيه كنا بنركب انا واحلام ونجيب بطاطس سوري وكفته سوري يعني 5 جنيه 5 عربيه و 15 و14 توك. احنا فعلا كنا بناخد 15 جنيه كنا بنركب ونروح الجامعه ونجيب بطاطس سوري بطاطس سوري وكفته من الجامعه وكنا عادي 15 جنيه بتكفينا عادي. و5 جنيه زياده بقى كنا بنجيب بيتزا. اليوم اللي كنا بنظبط قوي فيه قوي يبقى معانا فلوس انا وابننا كانوا كل واحد بيبقى معاه 35 50 كنا بنجيب بيتزا. اه والله بتقولي حسبت 50 جنيه عشان رايحين دريم بارك. بصوا يا جماعه 50 ايه دريم بارك دلوقتي بقى. يا جماعه انا بقول الذكريات دي فيديو لوحدها عشان نقول لكم بس اهلنا ليه عملوا معانا كده. يعني عملوا ليه معانا كده؟ هو كانت ال 10 جنيه كبيره. لا ما ضربونا ولا لا طبعا. انا هحكي لكم كل ذكرياتنا يا جماعه دي واحكي لكم كل حاجه واحكي لكم ايه اللي اتعلمناه من المواقف دي. نستنى الاكل بقى ونرجع عشان مش قادره اتكلم. ريناش مش هيعجبني. انا حاسه ان السندوتشات دي اللي بتيجي في الافلام. يا جماعه انا بحبه اكتر من ماك. وانت يا احلام بطاطس دي ايه نظامها؟ عايزين نجرب منيو ويمبي. اه لا يقول لنا في الكومنتات. ايوه اكتبوا لنا يا جماعه. بصوا السندوتشات عامله كده مش عارفه حاسه ان هو صغير قوي. ده بتاعي انا. ده بتاع الدنيا. حاسه ان السندوتش صغير قوي على طموحاتنا يعني. انا مش فاهمه مش عارفه الصراحه هيعجبني ولا لا. ودي البطاطس طبعا بيبسي طعمه تحفه. بيبسي طعمه تحفه؟ لا المشروب اللي جبت. المشروب بصوا يا جماعه دنيا جابت المشروب ده وانا ليه ما قلتلكيش على 7؟ ماشي مش مشكله. يلا باظ الدايت على قله فايده شكلي. هنعمل المنيو كامل اكتبوا لنا في الكومنتات وصلوا دي ده ب 50000 لايك عشان نعمل لكم منيو كامل. نجيب بقى منيو كامل ويندي. ايوه صح نجربه. صح احنا كده اول مره هنجربه النهارده هو ساندوتش واحد اللي جبناه. بس احنا حاسين ان احنا مش متفائلين بصراحه. اه فانتوا بقى قولوا لنا في الكومنتات وكده نجيب كل الساندوتشات اللي عندكم. اوكي السلام عليكم يا جماعه. احنا كلنا نروح بقى. اظن نروح. انا لازم البيت على اساس اني رايحه هايبر. مش عارفه اواجه امي وعلي بالحقيقه ازاي. اه الواحد طالب نوم بقى. اه بجد كفايه كده. انا بقول نروح بقى ولا انت رايك يا احلام؟ انا كمان مش قادره امشي بس انا ماتشي بقى الله. ايه ده؟ لا بجد هنروح؟ انا كنت عارفه اني مش رايحه هايبر. لا يا جماعه احلام سيبيني هنا انا هروح. مش هينفع ارجع البيت كده. مش هينفع. احمد مش كده علي مش هيدخل. لا انا عمال بقول لك ايه انا لازم انزل اروح هايبر النهارده. انا اللي في البامبرز انا بقول له ايه؟ لا 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 انا لازم اروح النهارده مفيش حاجه في البيت. قال لي لازم النهارده. قلت له طبعا لازم النهارده. فاعمل ايه دلوقتي؟ احلام يا جماعه هو فين كريسبي كريم؟ روح يا جماعه بندور على كريسبي كريم وهنيجي. جبت ايس كريم البوله دي ب 50 جنيه مش عارفه ليه وازاي وعشان ايه.
والله بجد بوله الايس كريم يا جماعه بقت ب 50 جنيه ودي الصغنطوطه دي ب 40 جنيه الراجل تحت الفرن عندنا بيبيعها ب 5 جنيه والله العظيم وعليها صوص كراميل وجامده جامده والله العظيم وايه ما بيديهالكوش لوحدها ده بيبقى خارمها من نصه وحاطط لكم اللي اتخرم مكانها جواها يعني تاخدوها بالمخرومه ب 5 جنيه والله العظيم ودي ب 40 جنيه احلام جابت 12 بقى انا لو مش عامله دايت سبحان الله بس عشان عامله دايت جبت واحده بس عشان ما تخنش زياده دلوقتي بقى يلا بقى نروح هايبر جايبه 12 عشان كله هياكل معايا لا انا هاكل دي دلوقتي حالا يا جماعه لا انا مش هاكل استنى دونتس والله طب لو قربتي هناك احلام هتقطع ايدك هتحطي ايدك كده على اساس ان انا مش هاكل دلوقتي يعني ايوه ماشي انا هاكل بتاعتي دلوقتي وصلنا هايبر يا ولاد الاجواء ملبده بالناس مش عارفه الناس دي قاعده لحد دلوقتي ليه بيشتروا حاجات طب احنا كنا بناكل وصلنا خلاص هايبر بس احلام والدنيا سابوني عشان كانوا بيشوفوا عرض الشرابات وسابوني طلعت السلم لوحدي هطلع دلوقتي بقى اجيب البامبرز والمنظفات انا مش عايزه منظفات انا عايزه اجيب بامبرز بس واريال فقط لا غير ان شاء الله يعني واشوف البامبرز بقى بكام وعيط جنبه خير السلام عليكم يا بامبرز والله ما اعرف بكام يا احلام لا ما احنا عايزين نعرف بكام انت بتحطيها وخلاص مش نشوفها بكام هو رقم 4 ب 219 تفتكروا اتنين هيكون اغلى ولا هو ان شاء الله اتنين هيكون ارخص باذن الله احلام راحت يعني تسال لي هروح اجيب ليفه بقى وشاور لحد ما احلام تخلص قال لك بكام حطيها انا كده هاخدها اشوف دلوقتي حد يقول لي منك ان انت عايزاني اخد ب 600 جنيه بامبرز ايوه بس عرض جامد انت انا بدفع فلوس في البيت بيها اقول لك ما احسبهاش كده احسب احسب لو انا جبت 3 باكيتات خلال الشهر هيبقوا ب 600 جنيه فاجيب 2 ب 200 قطعه بدل ما اخد 180 قطعه هاخد 20 بامبرز زياده انا عارفه احسبها ازاي احسب الباكيته ال 56 واحده بمكان يعني الواحده اللي واقفه عليك بكام احسبي دي على سعرها وشوفي لا مش هحسبها كده هحسبها ان انا بستخدم 3 باكيتات خلال الشهر ب 600 جنيه فانا هجيب 2 ب 600 جنيه واخد 20 بامبر زي هديه شكرا ايوه جدع مساء الخير يا احلام اتفضلي يا احلام قولي بصي احنا كنا نجيب دلوقتي احلام خلقت لتطلع عين ابونا طول ال كنا بنجيب 6 مناديل ب 60 بكام؟ ب 66 جنيه اما غيري بقت ب 120 ايوه دلوقتي جينا تاني بقت ب 134 منك ليلى ده لسه جايبها الشهر اللي فات بس دي 26 سيب وهي ب 7 26 دول كام؟ 7 و7 14 و14 24 خدي عرض بايظ يا جماعه انا كنت بهتم بجوده المناديل جدا ايوه دلوقتي الصراحه هاخد توب فاليو وخلاص عشان هي ب 66 جنيه طب ما هي هناك بكام؟ ب 135 جنيه طب ما هي فرقت كام جنيه؟ ايه ده بجد هي 66 و66 120 و12 ونص 132 جنيه 113 جنيه 133 جنيه حطيهم بقى جماعه العروض خدعه روحي بقى هات لنا عرضين يلا عشان محتاجين في فرق 2 جنيه طب ما انا واخد 4 ما اجيب واخد ال 2 جنيه بتهزري ولا ايه؟ اه هو فين بقى؟ تعالى هاتهولي بقى ايه ده بس انا كنت عايزه اجرب الاطعمه الثانيه انا جبت مناديل وايد ب 124 جنيه عايزه ايه احلام؟ اه طبعا يا جماعه وايت احلى بكتير بحس المنديل بتاعها ناشف كده لا انا مش عشان احلى ولا اوحش عشان السعر فين بقى وايت الستة كانت هنا هناك اخر واحده اخدها بسرعه اخدها بسرعه شكرا ايوه طبعا يا رب اخد واحده ثانيه للشهر الجاي دي الناس عاملين ان وايت دي ال 5 ب 5 5 ب 5 5 ب 5 جنيه يا شيخه لا والله يا بنتي التقليد يعني اه هيا يا احلام اتفضلي جماعه انا اول مره جبت ده بالقلم احلام يا جماعه بتقول ان هي تجرب ده لجوجو ودودو بس مش عارفه ايه العنصريه دي مش عليه غير بنات وفي منه بنات واولاد المشكله ان انا جربت كل حاجه ولا هم الاولاد مش بيحط لهم شامبو ولا ايه مش فاهمه عشان بيحلقوا شعرهم كتير ايه ده ايه يلا فتايه يلا منظفات هم 2000 جنيه اعمل ايه دلوقتي بقى انا ارجع اروح البيت ولا اعمل ايه انت تولدي هنا مش هينفع تولدي على السلم لازم نروح المستشفى الخير يا جماعه مشينا من هايبر خلاص ما جبناش غير منظفات كالعاده يعني واحلام وعدتني ان احنا يوم الاثنين هنيجي ان شاء الله
بس احنا مش هنيجي، بس لو ما جتش انا هاجي الصراحه عشان في مبلغ متوفر معايا هيتصرف. لا مش هنا عشان احلام تعبت خلاص الصراحه، بس يا تجيبني يوم الاثنين خليكم شاهدين، عشان لو ما جتش يوم الاثنين هزعلك يا احلام ومعايا فاوتشر كسبته ب 50 جنيه عايزك اخدها. ماشي. ما خلاص تعبت قوي الصراحه. انا كمان مالها مناخير يا حقيره. هو فين العربية؟ بس خلاص يا جماعة، والنهاردة تكون انتهت رحلتنا وانتهت خروجتنا، ونتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. وصلوا الفيديو ده 50,000 لايك، قال يعني بتوصلوه. اعملوا فولو على الانستغرام، واعملوا فولو، قال يعني بتعملوا. ان شاء الله باذن الله يا رب معاكي كيدوكي ويغزوكي كيدوني. وصلوا 50,000 لايك. عايزة انكاد. هو ان شاء الله يوصلوا 50,000 لايك. بس يا جماعة خلص فيديو النهاردة، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة زي ما قلنا لكم. باي باي.